بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات نيوز تكنولوجي. أرحب بكم على قناتكم نيوز تكنولوجي. درسنا اليوم إن شاء الله حول إضافة جميلة جدا من إضافات جوجل كروم. هذه الإضافة تمكنك من التحكم بشكل كبير في اليوتيوب، يعني ستشاهد اليوتيوب كما لم تشاهده من قبل، تستطيع أن تتحكم فيه كما تشاء. إذن لا أطيل عليكم، نذهب مباشرة إلى جوجل كروم ونذهب إلى رابط الإضافة. هذا هو رابط الإضافة، إن شاء الله سأضع لكم تحت الفيديو إن شاء الله. الإضافة اسمها يوتيوب بلس. بعد الضغط على هذه الأيقونة تضيف الأيقونة إلى جوجل كروم و تثبتها، ثم بعد ذلك تذهب مباشرة إلى موقع اليوتيوب. بعد الدخول إلى اليوتيوب ستلاحظ بأن ظهرت هناك أيقونة جديدة، هذه الأيقونة الجديدة هذه، وتظهر أيضا هنا في اليوتيوب على اليوتيوب صفحة اليوتيوب مباشرة أيقونة أخرى، إذا ضغطت عليها تعطيك إعدادات الأيقونة. هذه إعدادات الأيقونة، تغير ما تشاء، إعدادات عامة، إعدادات الفيديو، أيضا بلاك ليست، قائمة سوداء وغيرها. إذن لا نطيل، نذهب مباشرة إلى هذه الإعدادات لنتعرف على بعض خصائصها. إذن كما تلاحظون أنا الآن في فيديو من فيديوهاتي قناة نيوز تكنولوجي، نقوم بتشغيل الفيديو. رائع وجميل جدا جدا. أوكي، اللغة العربية. لاحظوا يا إخوان كيف سيتحول. لاحظوا يا إخوان عندما ندخل إلى هذا الفيديو ونقوم بتشغيله، عند النزول تجدون بأن الفيديو انبثق في نافذة أخرى أو ظهر في نافذة أخرى، تستطيع أن تتحكم في هذه النافذة كما تشاء، يعني تأخذها إلى المكان الذي تريد. لاحظوا هذا، مثلا أريد أن أشاهد في هذا المكان وأتصفح أيضا بقية الفيديوهات. لاحظوا عندما تعود إلى الفيديو تختفي، أما عندما تنزل أسفل الفيديو فإنها تظهر. لاحظوا يعني تستطيع أن تشاهد بقية الفيديوهات وتتصفح بقية الفيديوهات وتشاهد وأيضا تستمع إلى الفيديو وتشاهد الفيديو الذي اخترته. هذه هي الميزة الأولى. عند الضغط على هذا السهم يعيدك إلى الشاشة الرئيسية. أيضا نرى بعض الميزات، أيضا تجد هذه في هذه الإضافة، تجد هذه المميزات أو الخصائص. هنا التشغيل التلقائي للفيديو عند الضغط عليها، بعد انتهاء هذا الفيديو يأتي فيديو آخر. أيضا هنا إعادة الفيديو، تشاهد نفس الفيديو. أيضا هنا تستطيع أن تأخذ الصورة الأساسية للفيديو، عند الضغط عليها تستطيع أن تأخذ الصورة الأساسية الأولى للفيديو وتستطيع أن تنزلها إلى سطح مكتبك. أيضا ميزة أخرى وهي تصوير أي لقطة من لقطات الفيديو. لاحظوا الآن أخذنا لقطة من لقطات الفيديو. إذا نغلق هذه، أيضا تستطيع أن تحملها. نغلق هذه النافذة. أيضا نرى ميزة أخرى وهي ميزة بوب أوت فيديو، يعني يظهر الفيديو في نافذة أخرى. لاحظوا يظهر الآن الفيديو في نافذة أخرى، تستطيع أن تشاهده في نافذة أخرى. لاحظوا عندما ننزل جوجل كروم تبقى هذه النافذة على سطح مكتبك كما ترون. إذا نعود إلى جوجل كروم. أيضا ميزة أخرى وهي ميزة تكبير الشاشة، عند الضغط على هذه الأيقونة تكبر الشاشة.
كما ترون الآن قمنا بتكبير أو ملء الشاشة. أيضا هناك ميزة أخرى وهي مشاهدة الفيديو بشكل سينما. لاحظوا سينما مود، هذه الميزة جميلة جدا، يعني حتى الأشعة يعني لا تضر العينين. ميزة أخرى وهي ميزة تركيز على نقطة معينة في الفيديو، هذه الميزة. أيضا في هذه الإضافة أيضا فيها خصائص أخرى، وهي عندما تضغط على هذه الأيقونة هنا تنبثق لك شاشة الفيديو، مثلا هذا الفيديو شرح شامل لموقع فيريس توتال وكيفية فهم نتائجه، تنبثق لك شاشة أخرى لتشاهد هذا الفيديو كما تلاحظون. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أهلا وسهلا. يعني تستطيع أن تشغل أكثر من فيديو في نفس الوقت كما تلاحظون. أيضا تستطيع أن تتحكم في الفيديوهات، يعني تزيل بقى الفيديوهات التي لا تريد مشاهدتها. مثلا هذا الفيديو أستطيع أن أزيله بالضغط على هذه الأيقونة، أزيل هذا الفيديو مثلا. هذه الميزة أيضا جميلة، لأن هناك عندما تكون تشاهد اليوتيوب تكون بعض الصور الغير لائقة تستطيع أن تزيلها من هنا. إذا هذه هي الإضافة. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بلايك للفيديو ومشاركة، وأيضا التعليق. إذا كان هناك استفسار أو سؤال تستطيع أن تضعه هنا وسأجيبك إن شاء الله. ولا تنسى أيضا الاشتراك معنا في قناة نيوز تكنولوجي ليصلك جديد القناة. أيضا تنسى أيضا الاشتراك معنا في صفحة القناة على الفيسبوك. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.